هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى واحد من أعلام التلحين في مصر، هو الفنان الكبير محمد عثمان، الذي غاب عنا في 19 من شهر ديسمبر عام 1900. لم تكن هوية الأغنية المصرية قد اتضحت بعد في ذاك الزمان الذي عاش فيه محمد عثمان، فكانت هناك مجموعة الموشحات الأندلسية والحلبية التي جاء بها إلينا شاكر الحلبي، وكذلك الأذكار والمدائح النبوية، كما كان الدور الغنائي الذي ظهر على أيدي الشيخ محمد عبد الرحيم الشهير بالمسلوب وأقرانه أمثال حسين الساعاتي والمعلم محمد المقدم والشيخ الشلشلموني. كان الدور في بداياته يتألف من مذهب وبضعة أغصان مشابهة في لحنها، واستطاع محمد عثمان أن يطور من الدور الغنائي وابتكر أسلوبا جديدا في تلحينه، فأضاف في القسم الثاني منه الآهات التي يتبادل غناءها المطرب والمذهبية، كما جمله بحوار غنائي بديع بينهما. عاصر محمد عثمان أكبر مطرب عرفه تاريخ الغناء في مصر، هو عبد الحمولي الذي لقب بزعيم الطرب والغناء، وذلك لإمكاناته الصوتية غير المحدودة. وتعانق فن محمد عثمان مع صوت عبد الحمولي النادر، فكان يغني تلك الألحان في حفلاته الساهرة، وكان يطرب ويشجي سامعيه. ومن أدوار محمد عثمان نستمع إلى دور الحبيب لما هجرني خلى للعازل كلام، قلت له يا حلو وصلني قال لي دوق نار الغرام. كلمات الشيخ محمد الدرويش مقام بياتي نوى، ويغنيه الفنان محمد نور، وهو والد عازف الناي القدير محمود عفت. Thank you.
كانت وشائج الأخوة والصداقة تربط بين عبد الحمولي ومحمد عثمان، ومحمد عثمان هو مبدع الأدوار القيمة التي كان يغنيها عبد الحمولي، إلا أنه كان أقل شهرة وجاها عنه بكثير، رغم أنه استهل حياته الفنية مغنيا، وكان ندا لعبد الحمولي، إلا أن إصابته المرضية في حنجرته أفقدته طبقاته العالية وهي الجوابات وعذوبة صوته. ومن أدوار محمد عثمان نستمع إلى دور أدوا المياس زود وجدي، بشرب الكاس قضيت عمري، ده حب كاس وسبب وعدي، طول ليلي سهران ارحم قلبي. مقام بياتي دوكة، وتغنيه المطربة بديعة صادق. ومما يذكر أن هذا الدور واحد من الأدوار التي تولى تحفيظها وأشرف على تسجيلها بالإذاعة شيخ الموسيقيين إبراهيم شفيق.
ركز الفنان محمد عثمان جهوده الإبداعية في قالبين من قوالب الغناء هما الموشح والدور، إلا أن عطاءه كان فياضا ذاخرا في الدور، وجاء إنتاجه من الموشحات قليلا ومحدودا، وإن كان ذا قيمة فنية عالية مما مكنه من البقاء والخلود. وما زلنا نستمتع بهذه الموشحات من خلال فرق الموسيقى العربية حتى اليوم. ومن أشهر موشحات محمد عثمان وأهمها موشح ملا الكاسات وسآني نحيل الخصر والقدي، مقام رست إيقاع سماعي ثقيل المكون من 10 وحدات زمنية، وتؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة.
وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع الملحن الكبير محمد عثمان الذي أثر المكتبة الغنائية بإبداعاته الموسيقية التي جعلت منه أحد أعلام التلحين في مصر، وذلك بمناسبة إحياء ذكراه. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. سهرة ألحان زمان.